حياكم الله مشاهدينا الكرام من الرافدين في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتب في الصحف العراقية والعربية والعالمية بعد أهم العناوين. نبدأ من موقع الحرة، مصدر عراقي يكشف عن هوية خاطفي الألمانية وتسوية مع الحشد أطلقت سراحها. في العربي الجديد، تحرير الناشطة الألمانية افتح ملف مصير آلاف المخطوفين في العراق. نطالع في الهيئة نت، أربعة صور كاتيوشا تستهدف معسكر بسمايا جنوب شرقي بغداد. طالعتنا صحيفة المدى، البرلمان يطرح ثلاثة مواعيد لإجراء الانتخابات المبكرة على طاولة النقاش. وعنونت الزمان، تجدد التظاهرات في ديكار وإجراء تغييرات تشمل الصحة والقائم مقامية. من صحيفة القدس العربي نقرأ، بحضور أردوغان إقامة أول صلاة جمعة في آيا صوفيا بعد 86 عاما. نطالع في الشرق الأوسط، ضحايا كورونا حول العالم 15 مليون و 600 ألف إصابة و 637 ألف وفاة. ذكرت صحيفة العرب اللندنية أن استهداف المنطقة الخضراء المحصنة في قلب العاصمة بغداد، والتي تضم أهم المقار الحكومية والسفارات الأجنبية بما في ذلك سفارة الولايات المتحدة، قد دخلت منعطفا جديدا باستخدام الطائرات المسيرة المفخخة، الأمر الذي يضيف تعقيدا جديدا للوضع الأمني في العراق الذي يواجه صعوبات في استعادة استقراره، ضروري لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المعقدة. الجيش العراقي أعلن الخميس ضبط طائرة مسيرة تحمل مقذوفا متفجرا قرب المنطقة الخضراء. وقالت خلية الإعلام الأمني إن مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية عثرت على الطائرة المحملة بكيلوغرامين من المتفجرات فوق إحدى البنايات في منطقة الجادرية القريبة من المنطقة الخضراء، حيث مقر السفارة الأمريكية التي كانت عرضة لهجمات صاروخية متكررة. اتهمت الولايات المتحدة فصائل مقربة من إيران بالمسؤولية عنها. وتحمل الطريقة الجديدة في الاستهداف المحتمل للسفارة الأمريكية بصمات وكلاء إيران في المنطقة، حيث تذكر بأسلوب جماعة الحوثي المتمردة في اليمن والتي تستخدم طائرات مسيرة مفخخة إيرانية الصنع في استهداف مواقع داخل المملكة العربية السعودية. ويصنف أغلب الملاحظين عمليات القصف التي تتعرض لها بين الحين والآخر مواقع في العراق تضم جنودا أمريكيين، وأيضا قصف السفارة الأمريكية في بغداد، إضافة إلى الاستهداف الذي وقع مؤخرا لشاحنات مدنية تحمل إمدادات للقوات الأمريكية في العراق ضمن الصراع بين إيران والولايات المتحدة، حيث تستخدم طهران ميليشيات عراقية تابعة لها في محاولة إقلاق راحة الجنود العسكري الأمريكي على الأراضي العراقية أملا في دفع واشنطن لسحب جنودها من هناك. واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى آخر تهديد إيراني للولايات المتحدة صدر عن المرشد علي خامنئي في أثناء زيارة رئيس الحكومة في العراق مصطفى الكاظمي إلى طهران، إذ قال خامنئي إن بلاده لن تسمح بمرور قتل قاسم سليماني على يد الجيش الأمريكي دون رد. منذ بداية تظاهرات تشرين بدأت حملات منظمة لخطف المتظاهرين والناشطين المدنيين، وقد قتل عشرات منهم وأطلق سراح بعضهم، بينما بقي عشرات منهم من دون نهايات واضحة ما بين الحياة والموت، ومنهم المحامي علي تشاسب الذي خطف من مدينة العمارة. وفي خطوة محرجة لحكومة بغداد، خطفت مجموعة مسلحة خطفت الناشطة الألمانية هيلا ميفيس من أحد شوارع بغداد مساء الاثنين الماضي. جاسم الشمري تساءل في موقع عربي 21،
من الذي خطف مافيس وعلي جاسم؟ هذا الفعل الإجرامي يدخل ضمن لعبة الميليشيات التي تلعب وفقا لأجندات خارجية وداخلية، ولا علاقة له بما يراه بعض المتابعين للشأن العراقي بأنه بسبب دخول شركة سيمنز الألمانية سوق الكهرباء، وذلك لأن الشركة دخلت للعراق منذ أكثر من عام ونصف. وبالتالي أتصور أن السبب الأكبر هو كون ميفيس تتحرك بسهولة ببغداد عبر دراجة هوائية، وكان صيدا سهلا لعصابات الخطف لكونها امرأة ضعيفة ويمكن لأي مجموعة بسيطة أن تسيطر عليها وتختطفها لتحرج الحكومة أو لتساوم دولتها عليها، وهذا ما حصل بالضبط. واقعة الاختطاف نفذت بشارع أبي نؤاس، وهو من الشوارع الواقعة تحت نفوذ وسيطرة الميليشيات المعروفة للحكومة. وذكر مصدر أمني عراقي أن تسوية جرت مع الحشد الشعبي أدت لتحرير ميفيس. إلى متى سيستمر عبث الميليشيات بأمن المواطنين والمقيمين؟ الحكومة العراقية انشغلت بمعرفة مصير المواطنة الألمانية، لأن هنالك دولة تطالب بها، بينما المئات من العراقيين المختطفين لا بواكي لهم. الدولة العراقية بحاجة لإثبات وجودها بالقضاء على عصابات الفوضى ومنها ميليشيات القتل والاختطاف، فهل يمكنها ذلك؟ أضاف الكاتب أن هؤلاء المخطوفين الأجانب في كل الأحوال لديهم دول معتبرة ستتابع قضاياهم وتتمكن في الغالب من فك أسرهم وإنقاذهم، بينما يبقى مصير مئات من المخطوفين العراقيين في دهاليز النسيان والضياع. لا تصلح شماعة الخروق الأمنية هذه المرة لتسويغ ما حدث من كوارث خطف وقتل في العراق، فمن الواضح تماما أن هناك من يدفع بنا بقوة ودهاء إلى أتون جحيم لن يسلم منه أحد. هذا ما ذكره علي حسين في صحيفة المدى، وقال إننا نواجه قوة تعتمد تكتيكيا على إشعال حوادث هنا وهناك في إطار استراتيجية منظمة لا تريد لهذا البلد أن يستقر. خطف المواطنة الألمانية وقتل هشام الهاشمي وقبله اختطاف عدد من الإعلاميين رسالة تقول بوضوح إن كل الأمور يمكن أن يفلت زمامها في أي لحظة، فالواضح أن من يهمه إشعال الفتيل يوجه ضرباته بمنتهى الدقة من حيث اختيار التوقيت والمكان، وكأنه يريد أن يقطع الطريق على أي محاولة للبحث عن حلول حقيقية لجذور المشكلة بإغراق البلاد في دوامات ودوائر عنف لن تنتهي. بالأمس تسلل الخوف إلى نفوس العراقيين وهم يرون أن العنف يطل برأسه من جديد، وازداد خوفهم وهم يتابعون صراع الساسة وخصوماتهم. ويوميا يتسلل الخوف إلى نفوس الناس يخافون على الوطن، بيتهم وحياتهم وذكرياتهم، فالخوف يبدأ تدريجيا ويتصاعد حتى يتسع باتساع مدن الوطن وساكنيها. إحساس الناس بأن القاتل والخاطف يسكن بالقرب منهم ويهدد أمنهم ومستقبلهم. داعش تحلم بالعودة، وجهابذة الطائفية يبحثون عن نقاط ضعف يدخلون منها، وما أكثر نقاط الضعف في وطننا، فالوطن في خطر، وليغضب كل الساسة الذين يزوقون خطبهم بعبارات الاطمئنان، فأغلب الناس غاضبة برغم أن الغضب قليل أمام ما يحدث. الناس تريد مسؤولين يلتفتون إلى ما يحدث داخل البلاد ليتأكدوا من أن المشاكل اتسعت ولا يمكن ردقها. أضاف الكاتب أن الإنسان لم تعد له أي قيمة، كل شيء قابل للاشتعال، والحكومة تصرف من ميزانية الدولة على مشروعات لم يشعر المواطن بأهميتها، والاستثمار مشبوه ولا أحد يعرف أين تذهب المليارات ولماذا يعيش الملايين من الناس تحت خط الفقر. توقع البنك الدولي تراجع نمو الاقتصاد العراقي من 4% و14 العام الماضي إلى انكماش
بنسبة 9.17% في العام الحالي، مسجلاً أسوأ أداء سنوي منذ عام 2003، حتى إن الأوضاع القائمة تقلل من قدرته على إدارة الآثار الاقتصادية والاجتماعية وتخفيفها الناتجة عن انخفاض أسعار النفط وتداعيات فيروس كورونا، وهو الأمر الذي أسهم بمضاعفة معدلات الفقر من 20% إلى 40%. هذا ما ذكره عدنان كريمة في مقاله بصحيفة الاتحاد الإماراتية. مع بروز فئة من الأغنياء الذين اغتنوا من الفساد وهدر المال العام وهربوا أموالهم إلى الخارج، أوضحت دراسة بحثية أن أفقر 10% في العراق يحصلون على أقل من 4% من الدخل، بينما ينال أغنى 10% ربع دخل العراقيين. وتبرز خطورة الأزمة المالية التي يعانيها العراق في كونه يعتمد على عائدات النفط لتأمين 95% من الموازنة العامة. ووفق إحصاءات شركة سومو، خسر العراق 11 مليار دولار في فترة 4 أشهر من كانون الثاني إلى نيسان من العام الجاري جراء تدهور الأسعار بسبب انتشار كورونا، إذ بلغت مبيعاته 15 مليار و300 مليون دولار مقارنة بنحو 26 مليار و300 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي. وعلى هذا الأساس تقدر الخسارة للعام الحالي بأكثر من 30 مليار دولار، وبما يزيد عجز الموازنة التي لم يقرها مجلس النواب بعد بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي والتغيير الحكومي، حيث تواجه الحكومة الحالية التحدي العاجل لأزمة صرف الرواتب والأجور شهرياً لموظفي القطاع العام البالغة 3.5 مليار دولار، بينما عائدات النفط لا تزيد عن 1.4 مليار دولار وفق بيانات نيسان الماضي. وبحسب الكاتب، فإن التحدي الأكبر هو أن البنك الدولي قدر احتياجات التمويل الإجمالية للعراق بنحو 76 مليار دولار، بينما تواجه البلاد خيارات محدودة، إذ أن الوصول إلى الأسواق الدولية قد يكون صعبا بالنظر لظروف تداعيات كورونا والاعتماد الشديد على التمويل المحلي، وسيقلل ذلك من السيولة المتاحة لائتمانات القطاع الخاص. عودنا المشهد السياسي العراقي أن كل حكومة تتكون ترافقها حملة تجميلية واسعة لتسويقها للشعب العراقي بموضوع مكافحة الفساد والقيام بالإصلاحات الضرورية. قد رافقت هذه الحملات أيضا جملة من الوعود، منها المساعدات الأوروبية الأمريكية، ومنها الانفتاح على المحيط العربي. هذا ما ذكرته ولاء أسام الرأي في صحيفة العربي الجديد، التي أكدت أن الشعب العراقي لم يرى أي من وعود المساعدات الكثيرة الدولية والعربية تتحقق ولا حتى جزءا يسيرا منها. بدأت فترة رئاسة حيدر العبادي الحكومة وانتهت ولم يرى الشعب العراقي إصلاحا يذكر ولا فسادا تمت محاربته أو على الأقل الحد منه. وخلال فترة حكومة عبد المهدي روجت القنوات التلفزيونية مشاريع ضخمة واستثمارات واسعة تعتزم بعض الدول القيام بها في العراق، وأكثر ما تم ترويجه في حكومة عبد المهدي بناء السعودية ملعبا بملياري دولار. وعدنا نسمع الوعود نفسها مع حكومة الكاظمي، حيث تعهدت فرنسا باستثمار ملياري يورو لإعادة بناء مدينة الموصل التي دمرها جيشها. وقد ثبت بالوقائع أن هذه الوعود الإعلامية وحملات العلاقات العامة الكلامية ليست إلا محاولات لإنقاذ أصحاب العملية السياسية وتسويقهم. أما إعادة الولايات المتحدة صياغة وجودها في العراق بحجة تقديم المساعدة في المجال الاقتصادي والتكنولوجي، وزيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان العراق، فإنما لمحاولة إنقاذ العملية السياسية المهترئة، وليس فقط دعم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. ليس العراق بلدا فقيرا لكي تقدم له المساعدات، بل له ميزانيات ضخمة منهوبة من الفاسدين وثرواته من دول الاحتلال كلها التي تهرول بإعلان المساعدات والاستثمارات، وهي تنهش العراق منذ 17 عاما، ولن تبني العراق فيما هي معاول تدميره والانقضاض عليه دولة وشعبا.
أضافت الكاتبة أن الدول التي تعد بالمساعدات تقف بالضد من ساحات التحرير ومن مطالب الشعب العراقي بالحرية وسعادة العراق، لأنها تريد إنقاذ الفساد والنهب والتدمير. فشباب ثورة تشرين متاهب ومستنفر، وهو بهذا التصميم وبهذه القناعة في الانتصار، وقلع ليس كل من جاء به المحتل فحسب، بل قلع العملية السياسية برمتها. علقت صحيفة القدس العربية على حادثة اعتراض طائرات مقاتلة أمريكية لطائرات ركاب تابعة لشركة ماهانير الإيرانية، كانت قادمة من طهران إلى بيروت عند اقترابها من أجواء قاعدة التلف الأمريكية على الحدود السورية مع العراق والأردن. فقد ذكرت الصحيفة في افتتاحيتها أن هذه الحادثة هي حلقة جديدة من مسلسل الرعب المستمر بين أمريكا وإيران. الحادث حسب الرواية الأمريكية جرى للتأكد من هوية الطائرة وضمان أمن وسلامة قوات التحالف في قاعدة تتنف، وبأن الاعتراض تم وفق المعايير الدولية المتبعة، فيما اعتبر المسؤولون الإيرانيون ما حصل إرهاب دولة وانتهاكا صريحا لأمن الطيران. كما هددت إيران بملاحقة الأمر حقوقيا في محكمة العدل الدولية، كما أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة بتفاصيل الحادث. يأتي الحادث الاستفزازي والخطير في وقت ما زالت فيه إيران تعاني من تداعيات كبيرة لإسقاطها طائرة مدنية أوكرانية بصاروخين، ما أدى إلى قتل 176 شخصاً كانوا على متنها بعد إقلاعها من طهران في كانون الثاني يناير الماضي. وما زالت الدول المعنية ممن قتل ركابها ترفض حتى الآن الروايات الإيرانية التي كان آخرها أنه كان خطأ بشريا سببه توجيه الرادار. تضاف هذه القضية إلى الملف الشائك الإيراني مع المنظومة الدولية فيما يخص قضايا الطائرات المدنية والعمليات السرية المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الغربيين، إضافة إلى إسرائيل. رغم الاتهامات المتطايرة والمتبادلة، فلا يكون حادث اعتراض الطائرة المدنية الإيرانية سوى فاصلة قصيرة في حرب إقليمية طويلة. لا يبدو أن القيادتين في البلدين مشغولتان كثيراً بسلامة الركاب. ذكرت الصحيفة أنه بعد حادثة الطائرة الأوكرانية وغضب الرئاسة الإيرانية من تلاعب العسكريين والحرس الثوري بالمعلومات وما تبعه من غضب شعبي واحتجاجات، راقب العالم حلقة جديدة من قمع السلطات الأمنية للجماهير الإيرانية. قال علماء في الأوبئة بكوريا الجنوبية أن احتمالات إصابة أشخاص بفيروس كورونا بتعاملهم مع أفراد أسرهم تزيد من احتمالات الإصابة من مخالطين خارج المنزل. فقد أوضحت صحيفة الخليج الإماراتية في دراسة نشرتها المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تناولت حالات 5706 من المرضى الذين أثبتت الفحوص إصابتهم بفيروس كورونا، وأكثر من 59,000 شخص خلطوهم. أظهرت النتائج أن أقل من 2% من المخالطين للمصابين من خارج أسرهم التقطوا الفيروس، بينما ذكرت الصحيفة أن ما يقرب من 12% من أقرباء المرضى المقيمين معهم قد انتقلت إليهم العدوى. وبحسب الفئة العمرية كان معدل الإصابة أعلى عندما كانت الحالات الأولى المؤكدة لمراهقين أو أشخاص في الستينيات أو السبعينيات من عمرهم. نبقى الآن مشاهدينا الكرام مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتورية.
وبهذا مشاهدينا تنتهي جولتنا الصحفية لهذا اليوم. غدا بإذن الله على صدى أقلام جديد من الرافدين في رعاية الله.